السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، وأهلا بكم محاضرة جديدة بمادة الطاقة الشمسية المرحلة الرابعة فرع التكييف قسم الهندسة الميكانيكية. بهاي المحاضرة راح نكمل الشيء اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة حول السولار كولكترز المجمعات الشمسية، وراح نركز في هاي المحاضرة على الفلات بليت سولار كولكترز المجمعات الشمسية ذات الصفيحة المسطحة، ونتناول بها التحليل الحراري مع هذا النوع من المجمعات الشمسية اللي هو النوع الأكثر شيوعا والأكثر خلينا نقول النوع القديم هو أو التقليدي من المجمعات الشمسية. طبعا استعرضنا بالمحاضرة السابقة أجزاء المجمع الشمسي المسطح أو ذو الصفيحة المسطحة. فإذا نرجع لهذا الشكل اللي استعرضناه بالمحاضرة الماضية، هذا الشكل توضيحي بسيط يبين إن الأجزاء الأساسية للمجمع الشمسي المسطح، فقلنا هي تقريبا 4 أجزاء أساسية. أهم جزء هو الأبزوربر بليت، هاي هي الأبزوربر بليت اللي هي الصفيحة المعدنية الماصة. هاي الأشعة الصفيحة هي اللي تتولى استلام الإشعاع الشمسي اللي ده يوصل أو اللي يوصل إلى المجمع الشمسي، وتتولى تحويل هذا الشعاع الشمسي أو الإيراديانس إلى طاقة حرارية. يعني هي راح تسخن هاي الصفيحة عند تعرضها إلى الإشعاع الشمسي، ترتفع درجة حرارتها، فهو هذا الارتفاع درجة حرارتها يمثل عملية تجميع الطاقة الشمسية. شلون ننقل الحرارة اللي تتجمع بيها؟ طبعا لازم نبرد الصفيحة حتى ننقل الحرارة اللي دا توصل. فعملية تبريد الصفيحة تتم بواسطة هاي الأنابيب اللي هي نسميها الرايزرز، الأنابيب اللي تنقل المائع الشغالة والوركينج فلويدز. هاي هنا رسم 3 رايزرز، بس هي طبعا أكثر، يعني بالكولكترات اللي موجودة قد تكون 10 رايزرات او 12 او اكثر، بس هنا كشكل توضيعي فقط 3 رايزر، 3 فقط. فهاي الرايزرز هي اللي راح يمر بها الوركينج فلويد، يدخل من جهه ويخرج من الجهه الاخرى، واثناء مروره راح ترتفع درجه حرارته، لان هي بتماس مباشر مع الصفيحه الماصه. فمن ترتفع درجه حرارته راح تبرد الصفيحه، ويكون لها قابليه تستلم بعد إشعاع شمسي، يعني تسخن بعد. فكل ما يجي الإشعاع الشمسي ويسخن الصفيحة، يجي الوركينج فلويد باستمرار ينتقل يبرد الصفيحة وياخذ الحرارة اللي تم تجميعها. حتى هاي العملية نزيد كفاءتها، دائما يخلون جلاس كفر، غطاء زجاجي في أعلى الصفيحة على مسافة من عندها، فيتركون فد اير جاب، فجوة هوائية بين الغلاف الزجاجي أو الغطاء الزجاجي وبين الصفيحة الماصة. هذا الغلاف الزجاجي او الغطاء الزجاجي فائدته انه راح يمنع انبعاث الاشعاعات مره ثانيه من الصفيحه، يعني الصفيحه من راح تسخن راح ترجع هي ايضا تشع مره اخرى الى الاتموسفير او الى الجو. فالاشعاعات اللي راح تنبعث من الصفيحه تكون طول الموج مالتها طويل، ترددها يكون قليل. فالزجاج به خاصيه انه ما يسمح بهاي الاشعاعات انه اللي هي تحت الحمراء انه تعود فتخرج من الكولكتر، فيصير انحباس حراري تنحبس داخل المجمع الشمسي. فهاي الظاهرة احنا سميناها الجرين هاوس افكت، ظاهرة البيت الزجاجي، نفس المبدأ اللي يصير بالبيوت الزجاجية، انه الإشعاع الشمسي من يدخل بعد ما يطلع يصير انحباس حراري، هذا يساعد على رفع كفاءة المجمع الشمسي. وثانيا انه هاي وجود الغطاء الزجاجي ايضا يشكل في الطبقة الهوائية، هذا يعني الاير جاب اللي يصير بهالمنطقة، هاي الطبقة الهوائية ايضا هي طبقة عازلة، لان الهواء هو ايضا يعتبر من المواد العازلة، فايضا هذه يساعد ايضا بعد على تقليل الخسائر الحرارية. ففائدة الغطاء الزجاجي فائدتين، اول فائدة تسبب لي ظاهرة البيت الزجاجي وتمنع الاشعاعات من المنبعثة من الصفيحة المعدنية، وثاني فائدة انه راح تخلق لي فالطبقة هوائية عازلة تقلل لي الخسائر الحرارية بالحمل. يعني الانحباس الحراري تقليل الخسائر عن طريق الإشعاع، تقليل خسائر الإشعاع المنبعثة من الصفيحة، والطبقة الهوائية الإير جاب تقلل لي الخسائر بالحمل.
فإذا فائدتها هي مزدوجة للغطاء الزجاجي، فمهم جدا بالمجمعات الشمسية وأي جهاز يعني تخلون ببالكم نريد نجمع بيه طاقة شمسية لازم يحتوي على جزء زجاجي. طبعا كل هاي الأجزاء احنا راح نخليها داخل حاوية معدنية أو خشبية. هاي الحاوية فائدتها انه راح ايضا نخلي مادة عازلة، نخليها حول الصفيحة الماصة وحول الأنابيب المعدنية الرايزرز وبالجوانب ايضا، من الجوانب ومن الخلف ايضا، هذا هو الجزء الخلفي ومنها ومنها هو الجوانب. فهاي المادة العازلة اللي انا راح اخليها اللي هي الانسوليشن لاير، هي راح تقلل لي الخسائر بالحمل من الخلف ومن الاطراف، فايضا يزيد لكفاءة المجمع. فلازم حتى المجمع ما تشتغل لازم يكون بطبقة زجاجية ولازم يكون بمادة عازلة كفوءة. هاي الامور احنا استعرضناها بالمحاضرة الماضية، فاليوم راح نبدي نتطرق الى التحليل الحراري Thermal Analysis of Flat Plate Solar Collector، التحليل الحراري للمجمعات الشمسية المسطحة. احنا اللي يفيدنا بالمجمع الشمسي نعرف كمية الحرارة اللي ممكن يعني ناخذها من الشمس. يعني احنا اخذنا بالفصول الماضية حسبنا كمية الطاقة الشمسية اللي دا توصل للمجمع الشمسي او لأي سطح مائل نوجهه باتجاه الشمس. طبعا المجمع الشمسي ايضا لازم نخليه او ننصبه يكون على ميلان، مو نخليه يعني بصورة افقية، نخليه مائل ويواجه الجنوب الجغرافي حتى يستلم اكبر قدر ممكن من الاشعاع الشمسي. فهو يعتبر سطح مائل المجمع الشمسي يميل بزاوية معينة. فاحنا حسبنا بالفصول الماضية كمية الاشعاع الشمسي اللي سميناها الراديانس، وحداتها الواط للمتر المربع اللي تسقط على اي سطح مائل، وخلينا نقول اللي دا تسقط هسه على المجمع الشمسي المسطح. هاي كمية الحرارة مثلا حسبناها وطلعت خلينا نقول 1000 واط بير متر سكوير او 900 واط بير متر سكوير. ايش قد من عندها اقدر احصل كمية حرارة مفيدة؟ يعني هذا الوركينج فلويد اللي دا امرره بالمجمع الشمسي ايش قد اقدر يعني من اجي احسب الطاقة اللي استلمها؟ ايش قد مختار هاي الطاقة؟ هل هي 500؟ هل هي 400؟ فهذا هو الشيء اللي يهمني بالتحليل الحراري للمجمع الشمسي. فاحنا دائما بالثيرمال ديفايسز يعني الالات الحراريه او الاجهزه الحراريه دائما نسوي ما يعرف بالهيت بالانس، الموازنه الحراريه، هيت بالانس. هذا الهيت بالانس نوازن به ما بين المكتسبات وما بين الفواقد وما بين الشيء اللي يتراكم بالمجمع الشمسي. طبعا احنا التحليل الحراري حاليا هو يعني عامل المجمع الشمسي بالحالة المستقرة بالستيدي ستيت، حالة مستقرة. نفترض أنه المجمع الشمسي وصل حالة الاستقرار. طبعا هذا حالة الاستقرار يعني هي واقع الحال ما موجودة بالطاقة الشمسية، لأنه شدة الإشعاع الشمسي بحد ذاتها هي متغيرة مع الزمن. فأنا ما عندي في شيء اسمه ستيدي ستيت بالطاقة الشمسية، ولكن إحنا لتبسيط الاناليسز نفترض وجود حالة نسميها كوازي ستيدي ستيت او حالة مستقرة، شو نقول تقريبية او وقتية. يعني هو الاشعاع الشمسي دا يتغير، نعتبر انه خلال خلينا نقول ربع ساعة ونص ساعة نقدر ناخذ فد افرج لقيمة هذا الاشعاع، وهذا في الشيء يعني مو بعيد عن الواقع. يعني مثلا هو دا يتغير خلينا نقول بين 11 صباحا الى 12 صباحا من مثلا من 700 الى 750. فاني اذا افترضت انه خلال هاي الساعة شدة الإشعاع الشمسي 725 واط للمتر المربع، يعني ما أكون قد أخطأت كثيرا أو ما ابتعدت كثيرا عن الحقيقة. فهذا اللي نقصد به بالكوازي ستيت ستيت، إنه نفترض في حالة مستقرة يعني تقريبية نبسط بها الأناليسز مالتنا أو التحليل الحراري مالتنا. فالمعادلات هاي مالتنا كلها هي في حال لمجمع شمسي مستقر يستلم كمية ثابتة من الإشعاع الشمسي أو من الراديانس اللي نرمزها بالاي توتال. فهذا الانيرجي بالانس او الموازنه الحراريه اللي راح نقوم بها ايش تضمن؟ ايش تقول هنا؟ تقول حسب هاي المعادله انه اليوسفل هيت جين، كميه الحراره المفيده اللي ممكن يعني احصلها من المجمع الشمسي، ايش تساوي لي؟ تساوي لي الراديانس ريتشنج ابزوربر، الطاقه الشمسيه اللي توصل للابزوربر مطروحه منها الفواقد الحراريه. وهذا في الشيء بديهي، يعني هو دا يسقط الإشعاع الشمسي على المجمع الشمسي، هو مو كله طبعا راح
اقدر احوله الى حراره مفيده، جزء منه راح يعاد يعني فقده عن طريق المجمع كفواقد حراريه. فالباقي من الفواقد هو يعتبر useful heat gain، هي كميه الحراره المفيده. اوكي. In mathematical terms، بصيغه يعني خلينا نقول رياضيه، نقدر نعبر عن useful heat gain نسميه كيو سب يو، هو دائما بالطاقه الشمسيه كيو سب يو نسميه، وحداته واط، هذا لكل المجمع، يعني مو واط بيريمتر سكوير، وحداته واط. شو يساوي لي؟ يساوي لي تو الفا في اي سب تي في الاي كولكتر. هذا الترم الاول هو الراديانس ريتشنج ذا ابزوربر، احنا هنا راح نحسب كميه الطاقه اللي دا توصل للمجمع. طبعا توصل وين؟ للابزوربر، يعني مو بس سطح المجمع، وانما دا توصل الى الصفيحه الماصه. فقبل وصولها للصفيحه الماصه وين راح تخترق؟ تخترق الغلاف الزجاجي او الغطاء الزجاجي. فشلون اخذ هذا بنظر الاعتبار؟ بهذا المعامل تو، هذا التو هو معامل نفاذيه الغطاء الزجاجي، هذا التو اللي قيمته اكيد اقل من واحد، يعني الغطاء الزجاجي اذا سقط عليه 1000 يجوز يعبر 900 او 950 او 800 حسب نقاوه الغطاء الزجاجي وحسب وجود او عدم وجود الاتربه عليه الى اخره. كل ما كان عندي زجاج نقي اكثر كل ما يعبر يعني اشعاع شمسي اكثر. فمعامل النفاذيه وقابليه الزجاج على النفاذيه سمي هذا المعامل تو. الالفا شنو هنا؟ الالفا هي قابلية أو معامل امتصاصية الصفيحة الماصة، يعني هاي الصفيحة الماصة إيش قد لها قابلية تمتص؟ طبعاً مو كل شيء يسقط عليها تمتصة، يعني ورا ما عبر من الغلاف الزجاجي من الألف عبر 900 هي ما راح أيضاً تستلم كل 900 الصفيحة الماصة، إيش قد تستلم؟ قد تستلم 800 حسب القابلية مالتها على الامتصاص. في الآي توتال، الآي توتال هو حسبنا الراديانس، إذا هذا الآي توتال راح نضربه بهذا المقدار اللي هو التو في الالفا. فهذا التو الالفا دائما يعني يعطى بالليترشر او بالادبيات الطاقه الشمسيه كمقدار واحد، فيقول لك التو الفا هذا معامل النفاذيه والامتصاصيه، يعني كله مجموعهم 0.8 او 0.75 الى اخره، حسب يضربون هاي ال 0.8 هنا او ال 0.9 في هاي ال 0.9 الاخرى، فيطلع فد معامل واحد بوينت مثلا 81 او 0.85 حسب قيمتهم. يعتبر هو صافي الإشعاع الشمسي اللي يوصل إلى سط أو الذي تمتصه الصفيحة الماصة. أضرب هذا في الآي توتال وأضربه أيضا في مساحة الصفيحة الماصة اللي تمثل لي مساحة المجمع. شو أطرح منه هذا؟ أطرح منه الخسائر الحرارية. الخسائر الحرارية دائما أنا أمثلها فد معادلة قريبة على معادلات انتقال الحرارة. إحنا بانتقال الحرارة دائما كمية الحرارة المفقودة هي معامل انتقال حرارة في مساحة في فرق درجات حرارة، هذا الشيء اللي أخذناه بصف ثالث. فهنا أيضا راح أسوي في الشيء قريب من يعني من صيغ انتقال الحرارة. مكان معامل انتقال الحرارة راح أعرف فاكتور أسميه يو سب ال، معامل الفقد الكلي للمجمع الشمسي اللي هو أيضا وحداته وحدات اتش أو وحدات معامل انتقال حرارة، وات بير متر سكوير ديجري سنتيجريد. هذا راح أضربه بالأريا مع المجمع الشمسي وفي فرق درجات الحرارة. الفرق هنا راح اعتبر انه المجمع الشمسي هو في الدرجه متوسطه تمثل لي الدرجه المتوسطه للصفيحه الماصه اللي هي تي سب بي ام. فهاي تي سب بي ام هي درجه الحراره المتوسطه للصفيحه الماصه، لان الصفيحه الماصه طبعا من راح يمر بها الوركينج فلويد راح يتكون بها توزيع حراري، ما راح تكون كلها بدرجه حراره واحده. في المناطق القريبه من الفلويد راح تكون بارده، المناطق البعيده عن الوركينج فلويد تكون ساخنه اكثر، في نهاية المجمع تكون ساخنة، في بداية المجمع تكون باردة، في راح يصير توزيع حراري. أنا إيش راح أسوي؟ آخذ الأفرج مع هذا التوزيع الحراري، أحسبه أو يعطى مثلا بالسؤال، ومن عنده أطلع درجة الحرارة المتوسطة تي بي إم، والتي أي هو الأمبيانت تمبرتشر درجة حرارة المحيط. طبعا ممكن أطلع الأريا مال المجمع الشمسي خارج قوس، ويبقى عندي داخل هاي الأقواس المربعة هذا التيرم اللي يمثل لي معادلة فتصبح عندي هاي معادلة 5.1 هي اللي يحسب بها كمية الحرارة المفيدة أو المكتسبة عبر المجمع الشمسي. هاي طبعا التيرمات موجودة اللي حكينا عنها عرفتها كلها هنا، الكيو سب يو يوسف ريد جيم بالواط، الاي سب سي ابزوربر بليت اري متر تربيع، التو العفو جلاس كفر ترانسميتنس كوفيشنت، الالفا ابزوربر بليت ابزوربتنس كوفيشنت، الاي سب تي الراديانس انسيدنت نورمال تو ذا ابزوربر بليت. طبعا
طبعا هذا هو الاي تي، هو العمودي على المجمع الشمسي او على الصفيحه الماصه، انتبه لهذا. اليو ال طبعا نسميه الاوفرول هيت لوس كوفيشنت، وحداته وحدات نفس وحدات معاملات انتقال الحراره، معامل الفقد الكلي للمجمع. والتي بي ام ابزوربر بليت مين تمبرتشر بالسنتيجريد، والتي اي اللي هي الامبيانت تمبرتشر. هذا شكل يوضح لنا الامور اللي تكلمنا عنها. فهي الصفيحه الماصه والرايزرات او الرايزرز يعني المتسقه بها من الاسفل، وهذا الالفا هنا هو معامل امتصاصيه الصفيحه، وهذا هو الغطاء الزجاجي، وعندي هاي الالفا او التو هي معامل نفاذيه الغطاء الزجاجي، والالفا معامل امتصاصيه الصفيحه الماصه. فانا بدي اسقط الاي توتل على المجمع الشمسي، والفواقد هي بدلالة اليو ال في التي بي مين ماينس التي امبيانت. فهذا الشكل يوضح لي الانرجي. نعم، هو هاي يعني في تصير الصفيحة الماصة هي الجزء الاساسي بالمجمع الشمسي، نفس المجمع اللي هسه قبل شوية شفناه. شيلت منه هسه المادة العازلة وشيلت الكيس مادة، فبقت شنو؟ بقت الصفيحة الماصة اللي هي اهم جزء بالمجمع الشمسي، اللي هي الاناليسيز مالتي راح يكون عليها. لا لا، هو الفلات بليت كولكتر، هو اسمه فلات بليت لان يحتوي على صفيحه فلات. ابزوربر بليت هي على شكل فلات، تمييزا الى عن مجمع انواع اخرى من المجمعات اللي ما بها هاي الصفيحه الماصه. اوكي، هاي فقط موجوده بالفلات بليت سولار كولكتر. نعم، فنعبر هسه بالاناليسيز. راح نعرف بعض المصطلحات اللي احنا هسه تكلمنا عنها بصوره يعني مختصره، حكينا عنها الترانسميتنس كوفيشنت، قلنا هي اتس ذا ريشيو اوف سولار راديشن بينتريتنج ذا جلاس كفر تو ذا توتال راديشن اون انسيدنت اون جلاس كفر. فمعامل النفاذيه ترانسميتنس كوفيشنت هو نسبه الطاقه العابره او التي تخترق بينتريتنج ذا جلاس كفر to that incident on the glass cover، الى الطاقه اللي توصل الى الغطاء الزجاجي. الفاليو طبعا وفتو قلنا اقل من واحد، وتعتمد على نقاوه الزجاج، على البيوريتي اوف جلاس، وتعتمد ايضا على الانسيدنس انجل، على زاويه السقوط. يعني كل ما تكون الزاويه مائله طبعا الاشعاع الشمسي ما راح يعني راح يضيع هوايه من عنده في الغطاء الزجاجي. اوكي، فكل ما يكون عمودي على الغطاء الزجاجي راح ينفذ افضل. الابزوربنت كوفيشنت قلنا هذا نسبه الطاقه التي تمتصها الصفيحه الماصه الى الطاقه التي تصل الى الصفيحه الماصه. ايضا هذا الالفا هو قيمته اقل من واحد. هذا على شنو الالفا يعتمد؟ يعتمد على نوعيه الاطلاء الذي اطلي به الصفيحه الماصه. طبعا دائما احنا بالطاقه الشمسيه هاي الابزوربر بليت الصفيحه المعدنيه تطلع عدد فد مواد يعني كان يكون طلاء اسود او مواد اخرى الى قابليه على الامتصاص الاشعاع الشمسي، قابليه عاليه على امتصاص الاشعاع الشمسي، وقابليه قليله على اعاده يعني فقد الاشعاعات الحراريه. اوكي، فيختارون نوع من الاصباغ او نوع من الاكاسيد المعدنيه اللي نسميها سلكتيف كوتينج. سلكتيف كوتينجز، هاي السلكتيف كوتينجز هي لها قابليه انه تمتص الاشعاعات المفيده ويكون انبعاثيته قليله للاشعاعات الاخرى، فتساعد على عمليه الانبعاث الحراري. فكل ما كان سلكتيف كوتينج كانت الالفا قيمتها اعلى، يكون لها قابليه امتصاص الابزوربر اكثر للطاقه الشمسيه. وهذا نقدر احنا نشوفه، مثلا انت من تجيب صفيحتين معدنيه، صفيحه سوداء وصفيحه بيضاء، خليهم اثنينهم بالشمس. ورا فتره من راح تلزم الصفيحه السوداء تشوفها حاره وساخنه، بينما الصفيحه البيضاء راح تشوفها بدرجه حراره اقل. لا، نتيجه انه يعني الطلاء الاسود له قابليه اكثر على امتصاص الاشعاعات الشمسيه. هاي مثل ما قلنا the coefficients 2 and alpha are usually combined as a single factor called، دائما يسموه بالادبيات transmittance absorbent product، ينطوك قيمه واحده، ما ينطي الالفا كقيمه والتو كقيمه والالفا كقيمه، اثنيناتهم ينطيهم كرقم واحد يسموه تو الفا. تو الفا الاوفرول هيت لوس كوفيشنت ايضا تكلمنا عنه، اللي هو الفاكتور
اللي يعبر بي عن الفواقد الحرارية، أو معامل انتقال الحرارة اللي يعبر بي عن كل الفواقد الحرارية من المجمع الشمسي، اعتمادا على أو اعتبار على اعتبار أنه المجمع الشمسي بدرجة حرارة مميزة اسمها البليت مين تمبرتشر تي بي مين. والتي بي مين هي مثل ما قلنا هي درجة الحرارة المتوسطة للصفيحة الماسة اللي تكون افريج لكل الدرجات، يعني إذا أجي أقسم المجمع الشمسي وأقيس درجات الحرارة بكل هاي بعدة نقاط مثلا 100 نقطة أو 200 نقطة، وأجي هاي درجات الحرارة على هاي الصفيحة الماسة أقسمها على 200، راح تطلع عندي في درجة حرارة هي هاي أسميها درجة الحرارة المتوسطة للصفيحة الماسة تي بي بي مين أو تي بي سب بي ام تي سب بي ام. عندنا أيضا ممكن أعرف درجة حرارة متوسطة للوركينج فلويد. الوركينج فلويد اللي يمر بالأنابيب واللي يبرد لي الصفيحة وينقل الحرارة من عندها أيضا راح يخضع التوزيع، يعني راح يدخل هو الكولكتر يعني بدرجة حرارة قليلة مثل 10 درجات مئوية أثناء مروره بالمجمع الشمسي راح يسخن نتيجة كونه بتماس مع الصفيحة الماسة، فيطلع مثلا من المجمع الشمسي بدرجة خلينا نقول 20 درجة أو 25 درجة حسب الفلوريت وحسب يعني سرعة الجريان اللي بيه. فهذا التوزيع الحراري أقدر يعني مثلا أيضا كل نقطة أو كل مثلا مسافة معينة أقيس درجات الحرارة أو أحسبها بمعادلة رياضية وأجي أقسمها على عددهم يطلع لي في درجة حرارة متوسطة للوركينج فلويد تكون ما بين درجة الدخول وما بين درجة الخروج، هاي نسميها المين فلويد تمبرتشر، مين فلويد تمبرتشر تي سب اف ام، هاي أيضا نحسبها إن شاء الله فيما بعد. عندنا مصطلح مهم اللي هو الكولكتر ثيرمال افشنسي. هذا الكولكتر ثيرمال افشنسي اللي هو الـ ايتا سب سي اللي هو الرمز مالته ايتا سب سي او سب كولكتر، هذا فد فاكتور مهم اقدر عن طريقه اقيس كفاءه المجمع او قابليه المجمع على يعني الحصول على حراره مفيده او على تجميع الطاقه الشمسيه. فهذا شيء شو تساوي الكفاءه، يعني هي مو كفاءه حراريه وانما كفاءه تجميع، كفاءه تجميع. فالكولكتر ثيرمال افشنسي تعرف على انه هي اليوسفل هيت جين مقسمه على كميه الطاقه التي تصل الى المجمع الشمسي. فاليوسفل هيت جين هي كيو سب يو، وكميه الطاقه اللي توصل للمجمع هي اي سب سي في الاي توتال. فهاي حسبناها بالمعادله السابقه 5-1، وراح اقسمها على الاي كولكتر اي توتال. الاريا مال الكولكتر راح تحذف من البسط والمقام، فتبقى عندي المعادله الاتيه اللي هي كفاءه المجمع الشمسي تساوي لي تو الفا ناقص نيو ال في تي بي مين ناقص تي على الاي توتال اللي هي المعادله 5-2. فنلاحظ انه بالمعادله 5-2 انه كفاءه المجمع الشمسي تعتمد اعتماد مباشرا على معامل النفاذية ومعامل الامتصاصية على التو ألفا، وتعتمد كذلك مباشرة على اليو ال، اليو ال اللي هي معامل الفقد. كل ما يزيد معامل الفقد راح تقل الكفاءة لأنها بالماينس، فهذا المعامل الفقد كل ما يرتفع هذا الماينس التيرم كله يزيد، فيقل عندي معامل تقل عندي كفاءة المجمع. يعني هنا أقصى كفاءة شو تكون من هذا المقدار كله يكون صفر المقدار الثاني، فأقصى كفاءة هي عبارة عن التو ألفا. يعني إذا أنا المجمع الشمسي مالتي معامل النفاذية مالته 0.9 ومعامل الامتصاص للزجاج غطاء الزجاجي ومعامل الامتصاصية للأبزوربر هم 0.9، وأضرب 0.9 في 0.9 يطلع 0.81. فما معقولة من أجي أحسب الكفاءة مالته تطلع مثلا 0.9، مستحيل، لأن هو أقصى شيء أقصى قيمة له هو التو ألفا. أوكي، هاي واحد يخليها بباله. نعم. نلاحظ ايضا انه الاي توتال هنا تكون بالمقام، فالاي توتال كل ما تصعد كميه الاشعاع الشمسي هذا التيار راح يقل، ايضا ترتفع عندي كفاءه المجمع الشمسي. اوكي، فكل ما يعني يزيد عندي اشعاع شمسي اكيد ترتفع الكفاءه الحراريه للاشعاع الشمسي. طبعا هاي الكيو يوسفل ايضا اللي استعملها بهذا القانون
ممكن ايضا يعني احصلها من معادله اخرى من الوركينج فلويد. يعني هاي الكيو يوسفر اللي هنا ظاهره بالبسط اللي حسبناها بالمعادله 5-1 هي متعلقه بخصائص المجمع، ممكن تحسب ايضا وتطلع المفروض نفس القيمه من المعادله 5-3 اللي هي المعادله اللي احنا ماخذيها اللي هي ترانسفير، فتساوي لنا ام دوت معدل جريان الوركينج فلويد في السي بي اف مال الوركينج فلويد، الحراره النوعيه مال الوركينج فلويد اللي هو المي مثلا، في فرق درجات الحراره عبر المجمع الشمسي، يعني درجه الخروج للوركينج فلويد من المجمع ناقصا درجه الدخول. فهي هاي الكيو يوسفل هي نفسها اللي حسبتها قبل شوي عن طريق المعادله 5-1. عندي هنا مصطلح ايضا مهم اخر اللي هو يسموه الستاجنيشن تمبرتشر، درجه حراره الركود. طبعا هاي درجه حراره الركود هي ليست درجه حراره الركود اللي ماخذيها احنا بالفلويد ميكانكس، هاي تختلف هنا بالطاقه الشمسيه. فالكولكتر ستاجنيشن تمبرتشر تعرف بالطاقه الشمسيه او بالمجمعات الشمسيه على انها اقصى درجه حراره ممكن ان يصل اليها المجمع الشمسي. طبعا هاي ايش تعتمد درجه الحراره؟ شلون اوصل الى اقصى درجه الحراره؟ ما راح اورر بي وركينج فلويد، راح اقطع عن الجريان، اخلي الصفيحه ظل تمتص اشعاع شمسي بدون وجود وركينج فلويد بالانابيب. فايش راح يصير؟ راح تبدي ترتفع درجه حراره المجمع الشمسي. ارتفاع درجه حراره المجمع الشمسي شو يسبب لي؟ يسبب لي زياده الخسائر الحراريه ايضا، لانه الصفيحه راح كل ما ترتفع درجه حرارتها تبدي تفقد اكثر ايضا للامبيانت، الى ان توصل في درجه حراره بحيث الشيء اللي تكتسبه ترجع كله تفقده. طبعا هاي راح تكون درجه حراره عاليه، يعني قد تكون فوق ال 100 درجه مئويه او فوق ال 150 درجه كلش عاليه، فالكولكتر كفاءته تكون صفر بعد ما يجمع، اللي يستلمه يرجع يفقده مره ثانيه. هاي هي نسميها الستاجنيشن تمبرتشر، درجه الركود للمجمع الشمسي، يعني المجمع الشمسي ما بي حركه وركينج فلويد. فهاي شلون نحسبها؟ نفس المعادله 5-1، اجي اصفر اليوسفل هيت جين، اعتبر ماكو اي يوسفل هيت جين. فماكو يوسفل هيت جين، المكتسبات تساوي لي الفواقد. فهذا الطرف هذا الحد يساوي لي هذا الحد، فاساويهم والبليت مين تمبرتشر هي راح تصير ستاجنيشن تمبرتشر بدرجه الركود. فاعتبر هاي كانت هي بليت مين تمبرتشر هي تصير ستاجنيشن تمبرتشر، فاطلعها خارج قوس فتطلع عندي الستاجنيشن تمبرتشر عن طريق المعادله 5-4 تساوي لي درجه حراره الجو زائدا التو الفا في الاي توتال على اليو سب ال. فمنطقيا نشوف انه كل ما ترتفع درجه حراره الجو تصعد عندي الستاجنيشن تمبرتشر، كل ما يرتفع الاشعاع الشمسي تصعد عندي، كل ما النفاذيه والامتصاصيه تصعد، كل ما الخسائر الحراريه تزيد، يعني بدلات اليو كل ما معامل الفقد يزيد تقل عندي الستاجنيشن. ليش؟ مجمع يفقد يعني حراره بكميه كبيره فما ترتفع درجه حرارته، فتقل عندي الستاجنيشن تمبرتشر درجه حراره الركود. عندي هنا المثال 5-1 هو فد مثال تطبيقي للمعادلات اعلاه، مجرد تطبيق مباشر حتى يصير عندنا فد حس هندسي بالمقادير اللي احنا يعني اخذنا معادلاته. فيقول a flat plate solar collector is subjected to a normal irradiance of 850 واط على متر مربع. عندنا مجمع شمسي معرض الى شده اشعاع عموديه مقدارها 850 واط للمتر المربع. With an overall heat loss coefficient اللي هو اليو ال مقداره 5 واط للمتر المربع ديجري سنتيجريد. هذا اليو ال. The transmittance absorbed product هذا التو الفا اللي قلنا يعطى كمقدار واحد of the collector is 0.8 مقداره 0.8 which makes the collector efficiency 60% ما يجعل كفاءة المجمع الشمسي 60%، يعني هم حاسبيها مثلا بطرق أخرى. فدي يقول if the ambient temperature is 10 degree centigrade لو كانت درجة حرارة الجو 10 درجات مئوية 10 درجة مئوية find فاحسب يريد اليوسفل هيت جين كيو سب يو، يريد البليت مين تمبرتشر درجة الحرارة المتوسطة للصفيحة الماصة، ويريد الستاجنيشن تمبرتشر درجة حرارة الركود. فنجي تطبيق مباشر هنا الكيو يوسفل راسا اقدر احسبه. ليش؟ يعني مو الا اروح على المعادلة 5-1 او المعادلة الاخرى 5-4 يمكن اللي اخذناها، اقدر مباشرة احسبه. ليش؟ لانه الكفاءة هو ناطيني اياها مباشرة، وشدة الإشعاع معطات
ومساحة المجمع الشمسي أيضا يعني معطات، المفروض تكون معطات، يعني يمكن أنا ما كاتبها بالسؤال، ما مكتوبة يعني، يعني حال بها. أوكي، فنضيفها and collector area، collector area is 3 meter square، ومساحة المجمع هي 3 أمتار مربعة. ف 3 أمتار عندي، وال 850 هم عندي، والكفاءة عندي، فمجرد أضرب هاي المقادير الثلاثة في الكيو يوسفل، شو تساوي لي مباشرة؟ هي الكفاءة في الأي كولكتر في الآي سب تي، هي نفس العلاقة قبل شوية أخذناها، أخذناها بداية الكفاءة، قلنا الكفاءة يساوي أن الكيو يوسفل على الأي كولكتر أي توتال، هنا بالعكس أطلع الكيو يوسفل من الكفاءة، فأضرب 0.6 في 3 أمتار في 850 واط، فتطلع عندي الحرارة المفيدة 1530 واط. يعني من مجمع شمسي مساحته 3 أمتار أقدر أطلع 1530 واط، يعني هو السخان المنزلي اللي نستعمله إحنا هو 3000 واط، فهذا يعتبر نص سخان منزلي، يعني كمية لا بأس بها من الطاقة الشمسية، بس أحتاج شنو؟ 3 أمتار مربعة، يعني مساحة مو قليلة، يعني مجمع شمسي ضخم. زين، شي يريد بعد؟ هو يريد أيضا البليت مين تيمبرتشر. البليت مين تيمبرتشر أقدر أحسبها أيضا من علاقة الكفاءة. علاقة الكفاءة شو تقول؟ تو ألفا ناقص يو ألف تي بي مين ناقص تي أي على الآي توتال، كلها معروفة ما عدا تي بي مين، فأجي أطبقها كلها وراح تطلع البليت مين تيمبرتشر 44 درجة مئوية، اللي هي طبعا ضمن الرينج، هاي درجة يعني درجة الحرارة متوسطة، دائما تكون بهالرينج ما بين 40 و 60 درجة. نجي هسه نحسب الستاجنيشن تيمبرتشر، هذا المجمع الشمسي إذا ظل عرض ل 850 واط ونفس المواصفات مالته والظروف مالته، ايش قد راح توصل حرارته وبعد ما تصعد ابد اقصى درجه حراره؟ فاطبق قانون الاستاجنيشن تمبرتشر، العلاقه الاخيره اللي اخذناها، فراح نشوف انه الاستاجنيشن تمبرتشر من اطبقها توصل الى 146 درجه مئويه، فاقصى درجه حراره ممكن اوصلها بهذا المجمع الشمسي هو 146 درجه، اللي عندها بعد المجمع ما يشتغل راح تساوى ب يعني الفواقد الحراريه بقد المكتسبات من الاشعاع الشمسي. هذا في المثال مثال مبسط حتى يكون عندنا في الصورة حول المقادير اللي أني أستعملها. نستمر بالتحليل الحراري للمجمع الشمسي، ننتقل الآن إلى حسابات معامل الفقد الكلي للمجمع الشمسي. طبعا معامل الفقد هو فاكتور مهم جدا، يعني تحليل بالتحليل الحراري للمجمعات الشمسية المسطحة، مو بس المسطحة، كل أنواع المجمعات الشمسية. اليو ال مهم جدا، لأن هو دلالة على يعني كفاءة هذا المجمع، كل ما يكون اليو ال قليل كل ما يكون المجمع معناه مصنوع من مواد جيدة، مصمم بطريقة جيدة، مطلي بطلاء سلكتيف، بقابلية امتصاص عالية، زجاج اللي بي من نوعية جيدة ما بي شوائب يعبر كمية كبيرة من الإشعاع الشمسي، كل هاي يعني أقدر بفاكتر واحد أعبرها اللي هو اليو ال. كل ما هذا اليو ال قليل معناه هذا المجمع جيد، ولهذا يكتب مرات يعني من واحد يشتري مجمع شمسي جاهز، فالشركات تكتب يعني من ضمن المواصفات مالته مقدار معامل الفقد يو ال لهذا المجمع الشمسي. طبعا هذا المجمع الشمسي نقدر نقسمه الى ثلاث اجزاء، تعتمد على يعني هاي ثلاث اجزاء جايه من يعني اماكن الفقد الحراري. فهو شو يساوي لنا؟ يساوي لنا بالاساس مجموعة ثلاث معاملات، فاليوال يساوي إنه يوتي بلس يوبي بلس يوس. اليوتي هو الجزء يعني الرئيسي اللي يشكل معظم قيمة اليوال، اللي هو معامل الفقد العلوي للمجمع، معامل الفقد للمجمع عبر الغطاء الزجاجي، هذا اللي هو يشكل يعني خلينا نقول 90 أو 95% من مقدار اليوال. أوكي، اللي هو راح يكون التركيز ب يعني راح نركز عليه بالحسابات. اليوبي هو معامل الفقد من الخلف من جهة العزل، هذا مقداره طبعا يكون قليل، كل ما أخلي يعني مادة عازلة يعني كفوءة وسميكة في أسفل المجمع الشمسي أو أسفل الصفيحة الماسة، كل ما هذا المقدار ممكن حتى يعني أهمله بالحسابات مادتي. وكذلك اليو اس اللي هو معامل الفقد من الأطراف، من أطراف الصفيحة أو جوانبها العلوية أو الجانبية، هذا أيضا أقدر أقلله كثيرا بزيادة طبقات العزل بهاي المناطق، وكذلك بزيادة خلينا نقول منع أي تسرب للهواء الساخن يعني من الإير جاب إلى الخارج،
اخلي فد سيلينج يعني بنخلي الغطاء الزجاجي اخلي بينه وبين الكولكتر فد ماده عازله او ماده خلينا نقول تمنع تسرب الهواء، كل هذا راح يقلل لي من معامل الفقد الجانبي. فيبقى عندي المقدار اذا المؤثر هو اليو تي معامل الفقد العلوي. هذا الفقد العلوي يعني مو بالسهوله اقلله، ليش؟ لانه هذا معامل الفقد عبر الغطاء الزجاجي، فاني هذا الغطاء الزجاجي يعني مجبر اخليه ومجبر يكون من زجاج حتى يعبر الاشعه الشمسيه، فاني ما اقدر اخليه عزل من فوق ولا اقدر اخلي فد امور تقلل لي يعني خلي يقول انتقال حراره من الاعلى، لان هذا راح يقلل لي من الجانب الاخر كميه الاشعه اللي دا يوصل او دا يخترق القطاع الزجاجي، فاني هنا في لازم اسوي فد كومبرومايز يعني ما اقدر بكيفي اقلل أخلي يعني. ولهذا هذا اليو توتال يعني مو من السهوله تقليله، يحتاج لفد تصميم هندسي كفو. فاحنا راح نركز بهاي الاناليسيس على يعني حساب معامل الفقد العلوي من اللي عبر الغطاء الزجاجي من الصفيحه الى يعني الى الهواء المحيط مرورا بالغطاء الزجاجي. هذا في الشكل يوضح لي الكروس سكشنال فيو لمجمع شمسي، مقطع عرضي لمجمع شمسي. لاحظ بي يعني هذا الشكل قبل شويه اخذناه كثيرا من شر بداية المحاضرة، وبعدين أخذنا في الشيء مبسط إليه. هذا هنا أخذنا لفد مقطع عرضي يوضح لي نفس الأجزاء اللي أخذناها سابقا، بس عليها شنو معاملات انتقال الحرارة المختلفة اللي راح تدخل كلها في عملية حساب معامل الفقد العلوي. فنلاحظ هنا هاي هي الصفيحة الماصة اللي لونها لون جوزي من الأسفل تكون ملتصقة بها أو ملحومة بها الرايزرز، أيضا هنا قال 3 رايزرز بس هي بالكولكترات يعني العدد أكثر طبعا، يكون ماكو عندنا مجمع 3 رايزرز عددها 10 فما فوق يعني، بس هنا اللي الغرض يعني الوضوح الصورة خالين بس 3. هنا معاملات الفقد، عندنا معاملات فقد ما بين الصفيحة الماصة وما بين الغطاء الزجاجي اللي يعني هنا ملونه باللون الازرق الفاتح. فعندي معاملين للفقد، عندي معامل فقد اتش بي سي بالكونفكشن اتش بليت كونفكشن بالحمل، وعندي اتش بي ار اللي هو بالراديشن. فالبي دلاله على الابزوربر بليت او بليت يعني، والار والسي هو كونفكشن والار هو راديشن، فهي من عندها جاي سبسكريبت. فهنا إذن هاي المعاملات اللي هي معاملات الفقد من الصفيحة الماصة إلى الغطاء الزجاجي، واحد مختص بالحمل والآخر مختص بالإشعاع، HPC للحمل معامل انتقال حرارة و HPR للإشعاع، اثنينهم وحدات أموات للمتر المربع لكل درجة مئوية. نفس دول المعاملات إلهم نظيرين بس من الغطاء الزجاجي، فالغطاء الزجاجي يرجع هو ايضا يفقد ورا ما ياخذ من الصفيحه الماصه، يعني هنا طريقه انتقال الحراره انه الصفيحه الماصه راح تفقد مو مباشره للجو، تفقد للغطاء الزجاجي يرجع الغطاء الزجاجي يفقد للجو، اوكي؟ فالغطاء الزجاجي ايضا راح ترتفع درجه حرارته فيرجع يفقد جزء للجو عن طريق معامل انتقال حراره نسميه اتش سب دبليو، دبليو هنا يعني الويند. معامل انتقال الحرارة عبر الريح، يقول لك لأنه هذا المجمع الشمسي هو معرض للهواء الخارجي، فإذا صار عندي هواء عالي أو رياح بدرجة حرارة عالية راح يزيد عندي انتقال الحرارة، فدائما يسموه هذا المعامل الفقد العلوي أو معامل انتقال الحرارة بالحمل من الغطاء الزجاجي يسموه الويند هيت ترانسفير كوفيشنت، معامل انتقال الحرارة المختص بالريح. وعندي معامل آخر للإشعاع، طبعا هذا الغطاء الزجاجي أيضا راح يفقد يعني كمية حرارة عن طريق الإشعاع، فالكمية الحرارة تفقد بالإشعاع راح يعني أعبر عنها بصيغة معامل حرارة يسمي H sub CR cover radiation، يعني H sub cover radiation. هنا طبعا هذا بعدين حسبه المعامل الفقد من الجوانب راح أسميه H sub E اللي يدخل بحسابات ال U sub E اللي قلنا قيمة قليلة معامل الفقد الكلي أو معامل الفقد من الجوانب، وعندي ال H sub A B هو معامل انتقال حرارة أيضا بالحمل من الخلف. فهنا ال E ال H sub B وال H sub E اثنين هم معاملات انتقال حرارة بالحمل، واحد من الأطراف وواحد من الخلف.
نجي هنا إذا نحسبهم واحد واحد. بالنسبة طبعا هي كلها معاملات يعني معادلات انتقال حرارة بسيطة، هي كلها عبارة عن H في دلتا T، كلها يعني هاي ال H معاملات انتقال الحرارة اللي عرفناها بهذا الشكل. مجرد أضرب كل واحدة من عندها في فرق درجات الحرارة المناسب راح تتحول إلى كمية حرارة، لأن راح أخذها بدلالة وحدة المساحة، يعني ما راح أضربها بأريا. فكل واحدة من هاي الإتشات أو من هاي الإتشز راح أضربها في فرق درجات الحرارة الملائم، يعني هذا الإتش بي سي بيش يضرب فرق، يضرب فرق درجة في درجة حرارة الصفيحة ماينس درجة حرارة الغطاء، أوكي؟ والإتش ويند يضرب في فرق في درجة حرارة، فرق درجة حرارة يعني درجة الكفر ناقصا درجة الجو. الاتش سب ار بيش يضرب درجة حرارة الصفيحة بس مو ناقص درجة الجو. هسه نشوف راح نعرف درجة أخرى تشتغل وين الراديشن، نسميها السكاي تمبرتشر، درجة حرارة السماء. وكذلك الاتش بي سي أيضا يضرب في فرق درجات الحرارة ما بين الصفيحة والغطاء الزجاجي. طبعا هنا الاتش سي ار والاتش بي ار ما اضربهم فرق درجات حراره، لان هنا خسائر اشعاع، بيش اضربهم فرق درجات حراره بس مرفوع للاس 4، يعني تي بليت اس 4 ناقص تي كفر اس 4 بالنسبه لهذا المعامل، وهذا راح اضربه في تي كفر اس 4 ناقصا تي سكاي اس 4، يعني شنو؟ فقط حراره بالاشعاع، والاشعاع مثل ما تعرفون لازم يعني يشتغل ويا فرق درجات الحراره بس للاس 4. فإذا من نجي هسه على المعادلات، إذا ننزل جوا على المعادلات راح نلاحظ أنه أول معادلة اللي هي معادلة 5-6 نحسب بها كمية الفقد بالحمل ما بين الصفيحة والزجاج. فش تساوي لي HPC في TP مين ماينس TC. هنا TP مين هي درجة الحرارة المتوسطة للصفيحة، والT sub C هو درجة حرارة الغطاء الزجاجي. طبعا هنا ال HPC ممكن انت تحسبه، ممكن يعطى بالسؤال ممكن انت تحسبه من معادلات الهيت ترانسفير، يعني اكو معادلات مختصه بالحمل الحراري عبر الاير جاب او عبر اير جاب مائل، هاي الطبقه الهوائيه المائله هي اللي راح تسبب بهذا معامل انتقال الحراره. فاكو معادلات لانتقال الحراره نقدر عن طريقها نحسب ال HPC. المقدار الاخر اللي هو اللي بالراديشن بين الصفيحه وبين الغطاء الزجاجي، هذا شلون يحسب؟ يحسب عن طريق هاي العلاقه اللي هي ماخذيه احنا من موضوع الراديشن، فالمفروض انتم ماخذيها بالعام الماضي. هنا راح يدخل هذا بالمقام، يعني مو فقط فرق درجات حراره واس 4، عندنا بالمقام هنا هذا شيب فاكتور اللي هو نستعمله من يكون اكو تبادل اشعاعي ما بين صفيحتين متوازيتين، صفيحتين with infinite length، يعني مساحتهم خلينا نعتبرها ما لا نهائيه، هي مو ما لا نهائيه بس خلينا نقول مساحتها كبيره، فالتبادل الاشعاعي بيناتهم يفرض وجود فتشيف فاكتور، هذا مقداره يبرز هنا بالمقام اللي هو 1 على الابسلون بي زائد 1 على الابسلون سي، 1 على انبعاثيه الصفيحه زائد 1 على انبعاثيه الغطاء الزجاجي. فالاي ابسلون بي والابسلون سب سي هي الانبعاثيات مال الصفيحه الزجاجيه وال مال الصفيحة المعدنية والغطاء الزجاجي. الانبعاثية شنو هي؟ كمية الطاقة اللي يعني إميتنس، الانبعاثية كمية الطاقة اللي يعود أو يبثها سطح معين نسبة للطاقة الساقطة عليها. يعني السطح إذا استلم 1000 ورجع بث 800 هذا الانبعاثية مالته كلش عالية، نقول عليها 0.8. بس السطح إذا استلم 1000 ورجع بس بث 100 واط من ال 1000 واط اللي استلمها هذا انبعاثيته كلش قليله اللي هو 0.1. فكل ما احنا دائما بالطاقه الشمسيه للصفيحه الماصه نحاول الانبعاثيه تكون كلش قليله. من يكون عالي الالفا الامتصاصيه لازم تكون عاليه والانبعاثيه تكون كلش قليله. هاي ايضا كلها تعطى بالسؤال. فهنا نلاحظ انه تي بي مين ترفع للاس 4 وكذلك التي كفر اس 4 ويضربون ايضا في هذا السيجما. السيجما طبعا هو من الاشعاع، هو ستيفان بولتزمان كونستانت او كوفيشنت اللي مقداره 5.67 في 10 اس ناقص 8 واط للمتر مربع كلفن اس 4. انتبه دائما شباب بالنسبه لل يعني تطبيق علاقات الاشعاع ما اطبق هاي العلاقات بالسنتيغريد، لانه راح تعطيني خطا كبير بالسؤال. احول دائما الحسابات درجات الحراره مالتي البليت مين تمبرتشر والكفر تمبرتشر الى الكلفن
اضيف لها 273 يلا اجي ارفعها للاس 4. هاي انتبه دائما بالاشعاع، دائما حساباتنا تكون بالكلفن وليس السنتيغريد. اذا الفقد الكلي اللي راح يصير ما بين الصفيحه المعدنيه وما بين الغطاء الزجاجي هو مجموع الحراره اللي تفقد بالحمل زائدا مجموع الحراره اللي بالاشعاع، فهو كيو سب كيو بي الفقد الكلي من الصفيحه يساوي لنا كيو سب بي سي زائد كيو سب بي ار. فاجمع العلاقتين اللي عرفتهم سابقا اللي هم 5 6 و 5 7 تنطيني هاي العلاقه اللي هي 5 8 اللي تمثل لي الفقد الحراري ما بين الصفيحه وما بين الغطاء الزجاجي. طبعا انا اقدر اسوي بعض التحويرات على هاي المعادله 5 8، هاي التحويرات تفيدني يعني لاغراض الحسابات او للوصول الى فصيغه لمعادله الفقد العلوي. انا دائما يعني بالطاقه يعني او بانتقال الحراره احاول احصل معامل انتقال حرارة في اريا في فرق درجات حرارة بس بلا اسس، يعني مو ما بي اس 4 او اس تربيع، فحاول هذا الفرق اطلعه اللي هو الفرق العادي بدون رفع الى اس، واخلي كل شيء حتى لو بي اس ضمن الهي ترانسفير كوفيشنت. فهنا انا ايش دا اسوي؟ يعني طلعت التي اس 4 حللتها الى هاي الاقواس الثلاثة، يعني هاي القوسين اللي واحد بالناقص واحد بالزائد فرق مربعين اضربهم راح يرجعون تي بي مين تربيع ناقصا تي سي تربيع بالناقص، من يضربون تي بي مين تربيع زائد تي سي تربيع يرجعون تي بي مين اس 4 ناقص تي سي اس 4. هو عمليه تحليل رياضي مجرد الهدف منه انه اطلع هذا الفاكتور خارج القوس اللي هو تي بي مين ناقص تي سي يكون مشترك ما بين هذا الحد الاول وما بين هذا الكسر الثاني. فمن راح اطلع خارج القوس راح يبقى بين هاي الاقواس المربعه، راح يبقى عندي؟ يبقى عندي هذا الفاكتور الكبير اللي بي الفروقات مرفوعة للأس تربيع وبهذا الشيب فاكتور وبهنا هذا الزائد وبه كذلك معامل الفقد بالحمل، كل هذا المحصور بين القوس المربع أقدر أعبر عنه بمعادلة أخرى، فأقول إنه الكيو بي سي يساوي لنا تي بي مين ماينس تي سي على الآر ساب بي سي. هاي الآر ساب بي سي هي المقاومة الحرارية ما بين الصفيحة المعدنية وما بين الغطاء الزجاجي، المقاومة الحرارية. فالمقاومة الحرارية ايش تساوي اذا؟ مقلوب هذا المقدار اللي هو بين الاقواس المربعة. فاذا هاي الار بي سي مقاوم اول مقاومة حرارية، عندي يعني هسه مقاومتين حراريتين، واحدة بين البليتة وبين الزجاج، والوحدة الاخرى راح احسبها بين الزجاج وبين ما بين الجو المحيط. فاول وحدة اللي راح احسبها هي هاي الار سب بي سي، هي عبارة عن نفس هذا القوس بس مرفوع للأس ناقص واحد، يعني مقلوب هذا القوس. حصلت هاي المقاومة الأولى عن طريق المعادلة 5-10. هسه نفس الأسلوب راح أطبقه بس وين؟ على الغطاء الزجاجي. أطبقه وين؟ على الغطاء الزجاجي. فنفس الشيء كمية الحرارة اللي يفقدها الغطاء الزجاجي بالحمل كيو كفر كونفكشن تساوي للويند هي ترانسفير كوفيشنت في التي كفر ماينس التي أمبيينت. معادلة عادية بس مكان الـ HPC سابقا عوضت الويند هي ترانسفير كوفيشنت. طبعا هذا الويند ممكن ايضا يحسب معادلات تجريبية موجودة بالادبيات، واحدة من عندها هاي المعادلة العفو المعادلة 5-12 اللي تحسب لي الويند هي ترانسفير كوفيشنت بدلالة سرعة الريح، فكل ما تزداد سرعة الريح يزداد هذا المعامل. هاي المعادلة ممكن احسبها لتخمين بسيط لمعامل انتقال حرارة عبر الريح. الفي طبعا هنا بالمتر متر لكل ثانيه سرعه الريح. اوكي نفس الشيء كميه الحراره اللي يفقدها الكفر بالاشعاع هالمره سبناها قبل شويه بالحمل، اللي بالاشعاع راح تكون عن طريق المعادله 5-13 فتساوي لي هنا. أنا ما عندي صفيحتين متوازيات فما عندي شيء فاكتور، فراح يفقد هو لكل السماء المحيطه بالمجمع الشمسي. فإذا الفقد بالإشعاع شو يساوي لي؟ لوحدة المساحة، طبعا كل المعادلات داعشية هي لوحدة المساحة، يساوي لي انبعاثية الغطاء الزجاجي في ثابت ستيفن بولتزمان في درجة حرارة الكفر أس 4 ناقص درجة حرارة السماء أس 4. انتبه هنا بالكونفكشن أو بالراديشن الفرق ما استعمله يعني ويا درجة حرارة الجو، لأن يعني درجة حرارة الجو
مثل درجة حرارة الهواء. بينما هنا الفقد الإشعاعي يقول لك هو الفقد يعني يروح إلى مسافات أبعد، مو بالضرورة إلى الهواء القريب من المجمع الشمسي. فهم دائما يعرفون يعني فقط لحالة الإشعاع مو للحمل. بالحمل استعمل التي اي، لاحظ أنه هنا بالحمل الويند استعمل بالويند، قلنا درجة الغطاء ناقصا درجة حرارة الجو التي اي الامبيان تيمبرتشر اللي يقيسها بالبحرار. بس بالإشعاع اللي هي هاي العلاقة ما راح استعمل درجة حرارة الجو، وإنما استعمل درجة ما يسمى بالسكاي تيمبرتشر أو إفكتيف سكاي تيمبرتشر، درجة حرارة السماء الفعالة. فالدرجة هي افتراضية نعتبر أنه التبادل الإشعاعي بينها يعني يكون بينها وبين المجمع الشمسي. هاي تحسب أيضا من علاقات تجريبية، من ضمن هاي العلاقة علاقة 5-14 هي أيضا تعتمد على الأمبيان تيمبرتشر. فنعوض هنا الأمبيان تيمبرتشر، ومن عندها تطلع السكاي تيمبرتشر اللي أرجع أعوضها بهاي العلاقة حتى أحسب الخسائر الحرارية بالإشعاع من الغطاء الزجاجي. هنا أنا أيضا أجي أجمع الفواقد عبر الحمل والإشعاع للغطاء الزجاجي، فراح أجمعهم عن طريق هاي العلاقة العفو أقول HCH cover أو Q cover يساوي إن QCC بالحمل زائد إن QCR بالإشعاع. أطبق كل واحدة وعلاقتها اللي حسبتها سابقا. طبعا هنا أنا ما راح أقدر أطلع TC ناقص TA خارج القوس، لأنه واحدة TC ناقص TA الأخرى TC ماينس TSKY، فما أقدر أسوي تحليل مثل ما سويته قبل. إيش راح أسوي؟ أسوي فد لعبة رياضية أنه أضرب وأقسم بالTC ماينس TA بالنسبة لهذا الحد الثاني. فالحد اللي ضربت بيه طلع خارج قوس، والحد اللي قسمت عليه راح يبقى داخل القوس، بحيث هنا أنا من أجي أضرب أفتح القوس مرة ثانية ترجع هاي العلاقة إلى العلاقة 5-15. فطلعت الفرق تي سي ماينس تي اي خارج القوس، وهذا القوس المربع ايضا نفس الاسلوب السابق راح اعبر عنه بما يسمى بالمقاومه الحراريه ما بين الغطاء الزجاجي وما بين الجو المحيط اللي اسميها ار سب سي اي. فهاي المقاومه الحراريه ايضا تعطى بالعلاقه 5-17. هاي العلاقه 5-17 هي المقاومه الحراريه ما بين الغطاء الزجاجي والجو المحيط، تعتمد أيضا على الويند هي ترانسفير كوفيشنت وعلى خصائص المجمع الشمسي. هنا أنا ورا ما حصلت هاي العلاقات قلنا إحنا تحليلنا هو كل ده اعتبر المجمع الشمسي في حالة الاستقرار. بالاستقرار الحراري كمية الحرارة اللي تفقدها الصفيحة الباصة يعني إلى الغطاء الزجاجي هي نفسها كمية الحرارة اللي يفقدها الغطاء الزجاجي للمحيط. يعني هنا إذا صار أي فرق راح يصير تراكم خلال الغطاء الزجاجي، فأكيد الغطاء الزجاجي اللي داخله من الصفيحة نفسه راح يرجع يعبره للهواء المحيط واللي يمثل لي الفواقد الكلية من المجمع الشمسي. فإذا هو في الشيء شو نقول سيريز، يعني على التوالي، صفيحة تفقد للغطاء يرجع الغطاء يأخذ من عندها وينطي للجو المحيط. فبالستيدي ستيت كونديشن إذا الكيو توتال الفواقد الكلية كيو تي للمجمع هي نفسها فواقد الصفيحة وهي نفسها فواقد الغطاء. هاي علاقة 5-18 أقدر أدمجها ويا العلاقة 5-16 والعلاقة 5-9 5-16 إذا نرجع لها اللي هي الفواقد الحرارية للكفر، و 5-9 اللي هي الفواقد الحرارية للبليتة. ثلاثتهم أدمجهم زين فأقدر أحصل على العلاقة اللي تقول إنه الفواقد الكلية اللي هنا ناخذ نرجع شوية الكيو سب تي. هاي تقدر أنت تحليل رياضي بسيط، ما أريد يعني أطول بالمعادلات شوية، أنت تدير هذا كهوم وورك تقدر تسويه في شيء بسيط ومو يعني مو صعب. المعادلات 5-9 و5-16 و5-18 كلهم ادمجهم اقدر الكيو تي اعبر يعني الغي الكفر تيمبرتشر اشيلها من الكفر تيمبرتشر، هي يعني صعب قياسها وصعب تخمينها. فش تصير اكتبها بدلاله البليت مين تيمبرتشر والامبيان تيمبرتشر درجه الابزوربر ودرجه الهواء المحيط.
فالخسائر الكلية هي فرق الدرجات ما بين الأبزوربر والهواء المحيط على هذا الشيء بالمقام، على المقاومات الحرارية اللي موجودة عندي، اللي هي ما بين الصفيحة والزجاج وما بين الزجاج والهواء المحيط. هذول الاثنين هم أقدر أشيلهم المقام وأعبر عنهم بهذا اليو سبتي اللي هو معامل الفقد الكلي. قلنا دائما احنا بالهي ترانسفير نحصر الفواقد مالتنا او معادلاتنا نحولها الى فصيخه بحيث اكو معامل انتقال حراره وفرق درجات حراره. اذا هذا اليو تي شنو معناه قيمته؟ هو عباره عن واحد على مجموع المقاومات. فاذا المعامل الفقد العلوي هو يعطى بالعلاقه 25 اللي هو واحد على مجموع المقاومات الحراريه. طبعا هنا بهاي المعادلات كلها اليو تي يعتمد على الكفر تمبرتشر، لان كل ما الكفر تمبرتشر، وهي غير معلومه عندي، يعني يو تي حتى احسبها احتاج احسب الار سب بي سي وار سب سي اي اللي هي 516 و518. فذول الار سب بي سي وسي اي بيهم بالتيرمات مالتهم، اذا نرجع لهم معادله 518 او العفو 516 و59، 516 الار سي اي 517 العفو ار سي اي بيها تي سي، حتى احسبها لازم اعرف الكفر تمبرتشر، وكذلك المعادله مال الار الاخرى اللي هي الار بي سي ايضا الكفر تمبرتشر تدخل بيها. زين الكفر تمبرتشر انا ما اعرفها، البليت مين تمبرتشر اقدر هسه اخمنها، بعدين لاحقا راح نلاحظ انه اقدر احصل تخمينها بواسطه الفلورايت وبواسطه مواصفات المجمع، لكن الكفر تمبرتشر ما اعرفها. فالار سب بي سي اللي تدخل بالمعادله الاخيره، وكذلك الار سب سي اي اثنين هم ما اعرفهم، لان التي سي سب سي ما اعرفها. فاذا اليو توتال، هذا اليو توتال ايضا انا ما راح اقدر احسبه ما لم اخمن اول شيء درجه حراره الغطاء الزجاجي. زين شلون احل هالمساله؟ اذا نلجا الى الترايل اند ايرور، الى التجربه والخطا. التجربه والخطا شو تقول؟ انه افرض تي سي من عندي، فالتي سي قريبه، يعني اذا انا عندي مثلا درجه حراره الصفيحه الماصه 50 درجه ودرجه حراره الجو 10 درجات، اكيد هو الغطاء الزجاجي في الشيء بيناتهم مو 100 درجه، يكون في الشيء بين ال 50 وال 10، بس ايش قد بين ال 50 وال 10 ما اعرفه. فافرض مثلا 30 درجه واحل، ايش راح تطلع عندي من احل؟ راح تطلع عندي معامل فقد يو سب تي. هذا اليو سب تي اقدر عن طريق يعني المعادله 521 احسب من عندها درجه جديده للكفر تمبرتشر. طبعا هاي المعادله 521 من حصلتها؟ ايضا هي من المعادلات 516 و518 و519 بحاله الستدي ستيت. اقدر اوصل لهاي العلاقه اللي من عندها انطي تخمين جديد للكفر تمبرتشر. فهذا الكفر تمبرتشر المفروض هي نفسها اللي انا فارضها، بس هي طبعا اكيد ما راح تطلع نفسها، راح شويه تطلع مختلفه. اخذ هاي الجديده وارجع مره له اعيد حساب الار بي سي والار سي اي واحسب يو تي جديده، اعوضها مره له هنا حتى احسب كفر جديده. راح ترجع تتقارب، اكرر فد مرتين ثلاث، راح بالاخير الشيء اللي افرضه المفروض نفسها حصله، يعني الكفر اللي استعملها لحساب الار بي سي والار سي اي هي نفسها اللي تحسب، يعني هي نفسها المفروض تطلع لي من العلاقة 521. هذا الشيء نقدر نشوفه بهذه المسألة، هو المثال 5-2 اللي أنا يعني مسوي لكم إياه ونعطيكم إن شاء الله بعدين عليه واجب أيضا تطبقون عليه. A flat plate solar collector operates with a mean plate temperature of 50 درجة مئوية. هنا نعطي درجة الحرارة المتوسطة للصفيحة المعدنية اللي هي plate mean temperature، نعطيها 50 درجة مئوية، ونعطي درجة الجو الامبيان تمبرتشر 10 درجات مئوية. شو يريد؟ فايند توب هيت لوس كوفيشنت، احسب معامل الفقد العلوي يعني اللي هو اليو سب تي للمجمع الشمسي. اذا كان معامل الفقد بالاير جاب بالفجوة الهوائية، يعني الفجوة الهوائية وين صايرة؟ اللي هي بين الغطاء الزجاجي وبين الصفيحة الماصة. اوكي، هاي الفجوة الزجاجية المعامل هذا مقداره 3. اذا 3 شنو هو؟ الاتش بي سي. اتش بي سي انا نعطيه راسا 3 واط للمتر المربع دجري سنتيغريد. وسرعة الريح ايش قد؟ 5 متر بير سكند. سبيد اوف ويند. تيك ذا ابزوربر بليت، ابزوربر بليت اند جلاس كفر امسيفيتيز. فالابزوربر بليت والجلاس كفر امسيفيتيز ايش قد؟
نعم بالعكس كاتبهم 0.3 و 0.8 respectively. فهنا الانبعاثيات ما الصفيحة وما الزجاج، الصفيحة انبعاثياتها 0.3 يعني خال هنا يعني اعتبر انه هاي selective materials او طاليها في الطلاء ان تكون انبعاثيتها قليلة، فللصفيحة الماسة 0.3 وللغطاء الزجاجي هو 0.8 respectively. فحتى نحل نجي نطبق المعادلات تطبيق مباشر. بالبداية راح نجي العفو نحسب ال نحولهم للكلفن حتى لا أغلط. فبالكلفن درجة البي بي مين هنا طبعا هذا يمكن ما مسوي له صب، خلي اسوي له صب بي مين درجة الحرارة المتوسطة حولها للكلفن، ف 50 درجة زائد 273 إذا 323 كلفن. وكذلك الأمبيانت تمبرتشر درجة حرارة الجو أيضا أحولها إلى الكلفن، 10 زائد 273 ويساوي لي 283 كلفن. هسه أجي أحسب السكاي تمبرتشر درجة حرارة السماء الفعالة، أطبق هاي العلاقة التجريبية أعوض بها الأمبيانت تمبرتشر 283 وارفع الاسنس واضربها بهذا الفاكتور، تطلع عندي درجة حرارة السماء الفعالة 266 12 كلفن. يعني هنا درجة حرارة السماء الفعالة أقل من الصفر. يعني إذا أقول 273 ناقص 266 إذن تقريبا ناقص سبعة درجة مئوية هي هاي درجة الفعالة. طبعا وهذا الشيء منطقي، يعني أنه أنا كل ما نصعد بال يعني الطبقات الجو العليا راح يصير انخفاض بدرجات الحرارة، فهو دي يعتبر انه التبادل الحراري دي يتم ويا مصدر بعيد عن الكولكتر. عموما نحسب هنا درجة حرارة الويند او عفوا معامل انتقال الحرارة عن طريق الريح اللي هو الاتش ويند، اطبق ايضا هاي العلاقة المعطات، اطبق سرعة الريح اللي هو 5 مذكورة بالسؤال، فيطلع عندي هنا معامل انتقال الحرارة طبعا يكون قليل 17.18 واط المتر تربيع ديجري سنتيجريد. نجي هسه ايش نحسب؟ نحسب المقاومات الحرارية. فبالبداية شو أسوي إذن؟ راح أفرض first assumption الفرضية الأولى مالتي الكفر تيمبرتشر اللي هو أنا ما أعرفها، ما أقدر أحسب المقاومات الحرارية بدون أنه يكون عندي كفر تيمبرتشر، فمن عندي راح أفرضها 30 درجة. ليش 30؟ لأنه هي صايرة ما بين العشرة اللي هي درجة الجو وما بين 50 درجة اللي هي درجة الصفيحة الماصة. ف 30 درجة يعني 303 كلفن. أجي أطبق هاي العلاقة المعطات سابقا، أطبق العلاقة يعني البليت مين تمبرتشر 323 والكفر 303 فرضتها، وأطبقها بحالة التربيع ستيفن بولتزمان ومعامل الفقد بالحمل بالفجوة الهوائية، وأطبق هاي الشيف فاكتور الإميسيفيتي مال صفيحة 0.3 والإميسيفيتي مال غطاء الزجاجي 0.8، فراح تطلع عندي المقاومة الحرارية ما بين الصفيحة وما بين الغطاء الزجاجي 0.2023. أوكي أرجع أحسب المقاومة الحرارية الخارجية R sub CA ما بين الغطاء الزجاجي والجو المحيط أيضا من هاي العلاقة المعطات، فأطبق معامل الويند اللي حسبته قبل شوية 17.18 وانبعاثية الصفيحة وكذلك الستيفان بولتزمان ودرجات الحرارة مرفوعة 4. لا انتبه خلي السكاي تيمبرتشر مو الامبيانت تيمبرتشر اللي حسبتها، اللي حسبت السكاي تيمبرتشر 266.12 4. طبعا بالعلاقة انتبه ارفع الاس ناقص 1، ما انسى ناقص 1 لان هو 1 على هالمقدار. فالمهم تطلع عندي بالاخير الار سب سي اي راح تطلع عندي مقدارها 0.0391. اذا معامل الفقد العلوي شي يساوي لنا 1 على المقاومتين، فخليهم بالمقام هنا وواحد عليهم فيطلع على مجموعهم، فيطلع إذن معامل الفقد العلوي 4 و152 واط للمتر المربع دقري سنتيغريد. هو ايش قد أنا كنت ناطي بالسؤال؟ معطاه كان 5 حسب ما أتوقع. لو هو ديريده لا هو ديريده ما ناطي، يعني هو ديريده من مطالب السؤال. أوكي فطلع عندي ايش قد مقداره؟ طلع مقداره 4 و142 واط للمتر المربع. هسه اجي اطبق العلاقة 4.21 حتى اخمن تي سي تخمين جديد، اشوف هل هي راح تطلع 30.
فالتي سي نيو شو يساوي لنا يو تي في الار سي اي في التي بي ماينس تي ناق زائد تي. هاي المعادله 25 اطبق الفاكتورات كلها بيانا لان هي تعتمد على اليو تي اللي هسه حسبته كلها عندي. هاي البليت مين تمبرتشر طبعا بي ام اوكي. فلاح لاحظ انه تطلع عندي درجة حرارة الصفيح الكفرج قد 289.4 كلفن. اذا مو نفس الدرجة انا ايش قد فرضتها؟ فرضتها 303 30 درجة مئوية زائد 273 303 ايش قد طلعت لي؟ 289 بعيدة شوية. هسه اجي اكرر نفس الحسابات مالتي يعني احسب المقاومات الحرارية عدمن مو عد 303 عد 289.4. فنفس نفس الشيء اجي اطبق الار سب بي سي والار سب سي اي بس مو كان ال 303 اخلي 289.4 هنا بهاي العلاقه وايضا هنا بهاي العلاقه. فراح تطلع عندي قيمه المقاومات الحراريه بالحاله الجديده او بالفرضيه الجديده 200 الاولى المقاومه الاولى 0.2073 والمقاومه الثانيه 0.0312. ارجع احسب معامل فقد جديد راح نلاحظ انه بالحاله الثانيه شويه تحسنت قيمته كانت قبل 4 و142 4 و142 صارت بالحاله الجديده 4 و192 اوكي زادت تقريبا المقدار يعني 5% بس هي مؤثره. ارجع هذا المعامل الفقد اللي حسبته احسب من عنده ايضا تي سي نيو جديده اخرى من العلاقه 25 فراح نلاحظ انه درجه الكفر الجديده ايش قد صارت؟ 288 اقترب عندي. اذا ايش قد كانت عندي طبقتها قبل شويه 289 اللي استعملتها اخر شيء ايش قد؟ 289.4. اول شيء كانت 303 صارت 289.4 رجعت طبقت 289.4 ايش قد صارت؟ 288 اقتربت. اقدر مره ثانيه اخذ هاي ال 288 مرت له اطبقها راح اشوف انه كلش تتقارب. أنا يعني هنا يعني لأنه أنا ما عندي حاسبة أو يعني المفروض هاي تم برنامج بالحاسبة فعمليتين كافية يعني حتى لأغراض الامتحان عمليتين راح تكون كافية بالنسبة لكم. إذا الفرق درجة واحدة ما بين القديمة وما بين هاي الجديدة نعتبره هو فرق كافي. إذا معناها هو هذا معامل الفقد الأخير هو المعامل اللي أنا أريده اللي هو 4 و192. إذا معامل الفقد العلوي للمجمع الشمسي هو 4 و192 واط للمتر المربع دقري سنتيغريد. طبعا انا كاتب لك هذا ملاحظه this process can be repeated for further accuracy ممكن اعاده العمليه للتي سي نيو هاي يعني اطبقها مره ثانيه احسب مقاومات حراريه ومعامل فقد جديد راح يطلع عندي بعد اضبط من هذا المقدار بس بالبوينتات راح يكون التغير مو تغير كبير جدا. فنكون بهذا اعزائي الطلبه انهينا محاضرتنا لهذا اليوم وإن شاء الله نلتقيكم محاضرات مقبلة. شكرا لأصغائكم.